السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمجد النور، أحب أن أقدم لكم هذا الدرس والذي أعدته الأستاذة فاطمة القحطاني عن المعجزة الهندسية لخلايا النحل السداسية. تعلم الإنسان كثيرا من الأمور من خلال تأمله في الكون ومن خلال محاولته لفهم التصاميم العظيمة التي من حوله، التصاميم التي جعلته يصنع الطائرة من الطيور ويصمم الطائرة المروحية بشكل يشبه إحدى حشرات الهوام. اليوم سنستكشف أسرار خلية النحل، فعندما تلقي نظرة عن كثب داخل الخلية تجد أنه قد تم وضع اليرقات وتجميع العسل في عيون سداسية صغيرة مقسمة بطريقة هندسية رائعة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف استطاع النحل هندسة هذا الشكل، وكيف عرفت النحلات أن الشكل السداسي هو الأفضل لحفظ اليرقات، كيف تمكنت النحلة التي تعيش 6 أسابيع فقط من تنفيذ حسابات الدقيقة، وكيف استطاعت ضبط المقاييس التي ليس سهلا على الإنسان أن يقوم بتنفيذها. حاولوا البحث عن الأسباب وراء اختيار النحل للشكل المسدس في بناء الخلية، وسأعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى. لقد أثارت خلية العسل وهندستها المعمارية اهتمام البشر، فجذب تصميمها المذهل العديد من المهندسين ليقيموا مباني وناطحات سحاب مستوحاة من شكل الخلية. ومن أهم الجوانب التي شدت الاهتمام في عمل النحل هي القدرة على البناء الدقيق المتقن، البناء الذي قامت كل نحلة فيه بوضع جزء من أجزائه، وذلك في انسجام كامل مع المعايير الهندسية المتسلسلة. فقد بلغت سماكة جدرانها السداسية حوالي 1/10 ملم، أما انحرافها عن القدر الوسطي فلا يتعدى 2/1000 ملم. ومن أجل استيعاب مدى دقة هذه القواعد الهندسية في بناء الخلية يجب أن نملك نظرة حسابية ورياضية عميقة. ولتوضيح ذلك أكثر سنذكر أن النحل يستخدم هذه المسدسات لتخزين العسل، ويستخدمها أيضا لإسكان اليرقات، واليرقة لها شكل قريب من الأسطوانة ومقطعها دائري، والنحلة كذلك تحتاج مقطعا دائريا لتدخل جسمها أثناء وضع العسل. حاولوا رصف دوائر متساوية الحجم في أصغر مساحة ممكنة من المستوي، مثلا 20 قطعة معدنية ضمن إطار صغير، وابحثوا عن شكل مضلع يمكنه الفصل بينها دون أي فراغات أو دون الكثير منها على الأقل، وسأعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم مجددا. لعلكم وجدتم أن الدوائر عندما ترص حول بعضها البعض يكون حول كل دائرة منها 6 دوائر أخرى مماثلة لها، وأننا إذا وصلنا منتصف المناطق الصغيرة الفارغة بينها ونقاط تماسها لحصلنا على مضلع سداسي منتظم، ندعو ذلك المضلع بالمسدس. ولعل المضلع المسدس كما تبين لنا هندسيا هو المضلع الوحيد الذي يجمع الدوائر أي اليرقات، يجمعها بأقل قدر من المساحات البينية الضائعة. ولكن كيف نستطيع أن نثبت ذلك رياضيا؟ دعونا نتذكر أولا تعريف ما يسمى بالمضلعات المنتظمة، حيث أن المضلع المنتظم هو المضلع الذي تكون جميع أضلاعه متساوية وتكون جميع زواياه متساوية في القياس أيضا. والآن ما هو المضلع المنتظم الذي يمكن أن نستخدمه بتكرار لتقسيم منطقة ما بحيث لا يكون هناك فراغات بين المضلعات، وبالتالي ليس هناك مساحة مهدورة لتلك المناطق، مع مراعاة أن يكون مجموع أطوار أضلاع تلك الأشكال المتراصة أقل ما يمكن، وبالتالي استخدام أقل قدر من مواد البناء.
عندما نرغب في تقسيم منطقة كبيرة إلى مساحات صغيرة، ينبغي على المضلعات المتجاورة أن تلتحم جيداً ببعضها البعض دون أن تترك بينها مساحات فارغة. وكذلك ينبغي أن يكون مجموع الزوايا الداخلية للأضلاع المتجاورة عند نقطة مشتركة هو 360 درجة، كما في الأشكال التي ترونها أمامكم. إن من المعلوم أن قياس الزاوية الداخلية الواحدة في المضلع المنتظم هو 180 مضروبة في N ناقص 2 على N، حيث N تمثل عدد الأضلاع. ولو كان لدينا N من المضلعات المنتظمة المتلاصقة حول بعضها، فيجب أن يكون مجموع الزوايا الداخلية للأضلاع المتجاورة عند نقطة مشتركة هو 360 درجة، كما ذكرنا ذلك سابقا. وبترجمة ذلك رياضيا نحصل على التالي: N مضروبة في 180 ضرب N ناقص 2 على N يساوي 360. N مضروبة في 180 ضرب N ناقص 2 يساوي 360 N. وبقسمة الطرفين على 360 N نحصل على المعادلة التالية: N مضروبة في 1 على 2N ضرب N ناقص 2 يساوي 1. N تساوي 2N على N ناقص 2. ما نحاول الوصول إليه هنا هو الحصول على العدد الصحيح N من بين عدد الأضلاع N. ويمكن أن نحصل على قيمة الأعداد الصحيحة عندما N تساوي 3 و4 و6 فقط، في حين لا يمكن الحصول على أي عدد صحيح في أرقام تفوق العدد 6. أي أننا إذا أردنا تقسيم منطقة ما دون ترك أي فراغ، فيجب علينا أن نستخدم المثلث المتساوي الأضلاع أو المربع أو المسدس، لا الشكل الخماسي المنتظم، لأن الأشكال الخماسية عند تكرارها تترك فراغات ولا تكمل 360 درجة. إن هذا ما هو إلا جزء من مشكلة تصميم النحل، لكن المشكلة الأخرى هي كيف يستطيع النحل اختيار الشكل المناسب من بين جميع هذه الأشكال الثلاثة ليجمع يرقاته ذات القطاع الدائري داخلها دون أن يهدر المساحة المعطاة له ويستفيد منها بأعلى قدر من الكفاءة. أي هذه الأشكال الثلاثة أفضل؟ وكيف نتأكد من أنه الأفضل فعلا؟ فكروا في هذا السؤال بضع دقائق وسأعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. ما سنقوم بفعله الآن هو حساب المساحة لكل من مثلث متساوي الأضلاع ومربع ومسدس، يحوي كل منهم نفس الدائرة. أي إذا كان لدينا دائرة نصف قطرها R، فما هي مساحة المثلث المتساوي الأضلاع الذي يحتويها؟ المثلث الذي تكون تلك الدائرة مماسة لأضلاعه داخليا. نريد حساب المساحة بدلالة R، وكذلك بالنسبة للمربع والمسدس، ثم نقارن بينهم وأيهم هو الأفضل بالنسبة للمساحة. أولاً، المثلث المتساوي الأضلاع. لنفرض أن طول القطعة المستقيمة أي الضلع BC تساوي 2A، وأن BD هو الارتفاع الذي يقسم الضلع AC إلى نصفين متساويين وينصف الزاوية التي يمر بها، وأن نصف قطر الدائرة هو R وC هو المركز. نلاحظ في هذا الشكل أنه تكون لدينا مثلث قائم الزاوية، ومن المعلوم أن في المثلث الثلاثيني طول الضلع المواجه للزاوية 30 يساوي نصف الوتر، وبالتالي فإن الوتر يساوي 2R. ومن نظرية فيثاغورس فإن CB مربع يساوي CD مربع زائدا DB مربع، وبالتالي فإن 2R مربع يساوي R مربع زائدا A مربع. 4R مربع يساوي R مربع زائدا A مربع، وA مربع يساوي 4R مربع ناقصا R مربع، يؤدي إلى A مربع يساوي 3R مربع. A يساوي جذر 3 في R. وبما أن طول القطعة المستقيمة أي الضلع BC تساوي 2A، فإن BC تساوي 2 في جذر 3R. من المعلوم أن مساحة المثلث المتساوي الأضلاع هي طول الضلع مربع،
مضروبة في جذر 3/4. إذن مساحة المثلث ABC تساوي BC مربع مضروبة في جذر 3/4. المساحة تساوي 2 في جذر 3R الكل مربع مضروبة في جذر 3/4 يساوي 4 في 3 في R مربع الكل مضروبة في جذر 3/4. إذن المساحة تساوي 3 في جذر 3R مربع. ثانيا المربع، من الشكل الذي أمامنا نلاحظ أن نصف قطر الدائرة يساوي R، وبالتالي فإن طول ضلع المربع يساوي قطر الدائرة يساوي 2R. ومن المعلوم أن مساحة المربع تساوي طول الضلع مربع، إذن المساحة تساوي 2R مربع، وبالتالي المساحة تساوي 4R مربع. ثالثا المسدس، نلاحظ في هذا الشكل أنه تكون لدينا مثلث قائم الزاوية، ومن المعلوم أن في المثلث الثلاثيني طول الضلع المواجه للزاوية 30 يساوي نصف الوتر A على 2. ومن نظرية فيثاغورس نجد أن A مربع يساوي R مربع زائدا A مربع على 4، A مربع ناقصا A مربع على 4 يساوي R مربع، 3 على 4 A مربع يساوي R مربع، A مربع يساوي 4 على 3 R مربع، A يساوي 2 على جذر 3 R. وبإنطاق المقام فإن A يساوي 2 في جذر 3 على 3 مضروبة في R، وبما أن مساحة الشكل السداسي هي 3 في جذر 3 على 2 مضروبة في A مربع، إذن المساحة تساوي 3 في جذر 3 على 2 مضروبة في 2 في جذر 3 على 3 R الكل مربع. المساحة تساوي 3 في جذر 3 على 2 مضروبة في 4 ضرب 3 على 9 ضرب R مربع. المساحة تساوي 2 جذر 3 R مربع. وبمقارنة المساحات للأشكال السابقة نجد أن الشكل السداسي هو المضلع المثالي الذي يجمع الدوائر بأقل قدر من المساحات البينية الضائعة. ولكن ما هو الشكل الأنسب من حيث قلة استهلاك مواد البناء؟ علما أن النحل يستخدم الشمع لإنشاء جوانب كل مضلع داخل الخلية. ناقشوا هذا السؤال بضع دقائق وسأعود إليكم بعد قليل. مرحبا، سنقوم الآن بحساب المحيط لكل من مثلث ومربع ومسدس يحوي كل منهم نفس الدائرة، أي إذا كان لدينا دائرة نصف قطرها R فما هو محيط المثلث الذي يحتويها؟ المثلث الذي تكون تلك الدائرة مماسة لأضلاعه داخليا. نريد حساب المحيط بدلالة R وكذلك بالنسبة للمربع والمسدس، ثم نقارن بينها وأيها أقل يكون هو الأفضل من ناحية توفير مواد البناء. من المعلوم أن محيط المضلعات المنتظمة يساوي مجموع أطوال أضلاعه أي NA، حيث N تمثل عدد الأضلاع وA يمثل طول الضلع، وبالتالي فإن محيط المثلث المتساوي الأضلاع يساوي 3 مضروبا في 2 جذر 3 R يساوي 6 في جذر 3 R يساوي 10.392 R. محيط المربع 4 مضروبا في 2 R يساوي 8 R. محيط المسدس يساوي 6 مضروبا في 2 جذر 3 على 3 R يساوي 4 جذر 3 R يساوي 6.928 R. وهكذا وجدنا أن المسدس أفضل من ناحية المساحة وأقل حاجة لمواد البناء، لذلك اختاره النحل ليوفر الأماكن ويقلل من إنتاج الشمع، والذي يحتاج إنتاج كيلوغرام منه إلى نفس الجهد المبذول من النحل لإنتاج 10 كيلوغرامات من العسل. سنعرض لكم الآن وصفا ثنائي الأبعاد لأقراص العسل،
ولكن في الحقيقة ما لا يعلمه معظم الناس هو أن الأبعاد الثلاثية لهيكلية خلية النحل هي أكثر إثارة للاهتمام. من الناحية التقنية فإن الوحدة الأساسية لقرص العسل هي نوع خاص من منشور سداسي، قاعدته العليا سداسية وقاعدته السفلى محدبة، ومكونة من ثلاث معينات منحرفة. عندما يتم لصق العديد من هذه الوحدات الأساسية جنبا إلى جنب تتشكل خلية النحل بشكلها المعروف. لقد كان الفلكي الفرنسي جاكومو فيليبو ميرالدي أول من اهتم بقياس الزاوية للوحدة الأساسية لهيكل العسل، وكان ذلك في عام 1712. وقد خلص إلى أن الزوايا التي بين القواعد المعينية والمنشور السداسي دائما ما تكون متسقة وتساوي بالضبط 70 درجة و32 دقيقة، وأشار إلى أن النحل قد استخدم هذه الزوايا للحفاظ على بساطة البناء. ولكن كان لعالم الأحياء الفرنسي ريني أنطوان رأي آخر في اختيار النحل لتلك الزاوية، وافترض أن اختيارها كان من أجل الاقتصاد في كمية الشمع المستهلك لبناء الخلية. وليثبت ما افترضه كتب إلى العديد من الرياضيين ليسألهم عن الزاوية الأكثر اقتصاداً والتي تربط بين القواعد المعينية والمنشور السداسي، ولكن واحداً فقط هو من أجاب على سؤاله، وكان ذلك هو السويسري يوهان سامويل كونيغ، وكانت النتيجة 70 درجة و34 دقيقة، والتي لا تتفق مع نتيجة ميرالدي بنسبة دقيقتين. وفي عام 1743 قدم عالم الرياضيات الاسكتلندي كولين ماكلورين الحل من خلال طريقة هندسية خلصت إلى أن الزاوية التي بين القواعد المعينية الثلاث والمنشور السداسي هي 70 درجة و32 دقيقة، وهذه النتيجة مماثلة لتلك التي أشار إليها ميرالدي. والآن بعد أن عرفنا أن الزاوية بين القواعد المعينية الثلاث والمنشور السداسي هي 70 درجة و32 دقيقة، سنحاول إثبات أن خلايا النحل توفر أكبر كمية من العسل عندما تكون قاعدتها العليا سداسية الشكل وقاعها محدب ومكون من ثلاث معينات منحرفة بزاوية ميل 70 درجة و32 دقيقة. لنفرض أن المنشور السداسي ذا قاعدتين مسطحتين كما يظهر أمامنا، ولنفرض أن A فتحتين A يساوي B و A B يساوي A. إذن يمكننا حساب مساحة السطح S صفر والحجم على الشكل التالي: S صفر تساوي 6 AB زائد 3 في جذر 3 على 2 A مربع، و V الحجم يساوي 3 جذر 3 على 2 A مربع B، ولتكن المسافة بين النقطتين B فتحة و B فتحتين تساوي X. الآن لنقم بقطع الشريحة الواصلة بين النقطتين A فتحتين C فتحتين مرورا بالنقطة B فتحة، ثم نقلب ونعيد ترتيب هذه الشرائح الهرمية لأعلى المنشور. نلاحظ أن الحجم V لم يتغير، ولكن مساحة سطح هذا المنشور اختلفت عن سابقه الصفر، وبالتالي فإن مساحة السطح الجديد S1 تعطى كالتالي: S1 تساوي 6AB ناقصا 6 ضرب نصف AX زائدا 6 مضروبا في مساحة المثلث A شرطتين C شرطتين B شرطة. ومن نظرية الكاشي نسبة إلى العالم غياث الدين الكاشي، والتي تعطي طول الضلع الثالث في مثلث معلومة فيه إحدى الزوايا والضلعين المكونين له بالعلاقة التالية: الجذر التربيعي لـ A مربع زائدا B مربع ناقصا 2AB كوساين تيتا. فإن A فتحتين C فتحتين يساوي الجذر التربيعي لـ A مربع زائدا A مربع ناقصا 2A مربع كوزاين 120 يساوي جذر 3A مربع يساوي جذر 3A. B فتحة C فتحتين يساوي جذر X مربع زائدا A مربع، وارتفاع المثلث A فتحتين C فتحتين B فتحة يساوي
جذر ب فتحة س فتحتين مربع ناقصا نصف A فتحتين C فتحتين الكل مربع يساوي جذر X مربع زائدا A مربع ناقصا 3 على 4 A مربع يساوي جذر X مربع زائدا A مربع على 4. وبما أن مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع فإن مساحة المثلث A فتحتين C فتحتين B فتحة تساوي نصف جذر 3 A جذر x مربع زائدا a مربع على 4. وبالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن s1 تساوي 6ab ناقصا 6 في نصف ax زائدا 6 في نصف جذر 3a جذر x مربع زائدا a مربع على 4. s1 يساوي 6ab ناقصا 3AX زائدا 3 جذر 3A جذر X مربع زائدا A مربع على 4. وبفرض أن حرف المسدس A ثابت ولنفرضه يساوي 1 وارتفاعه B ثابت وكاف ولنفرضه يساوي 1. وإذا قمنا بإعطاء قيم مختلفة لX لتحديد مكان القطع مثل 0 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 وحسبنا المساحة ومثلناها بمنحنى بياني سنجد أن قيمة المساحة أقل ما يمكن أي أكثر توفيرا للشمع بين 3 من 10 و 4 من 10. ولمعرفة ذلك بالتحديد نوجد الفرق بين المناطق السطحية S0 و S1 والتي تعطى على هذا النحو دلتا S of X يساوي S0 ناقص S1 يساوي 3 جذر 3 على 2 مضروبة في A مربع زائدا 3 AX ناقص 3 جذر 3 A في جذر X مربع زائدا A مربع على 4. ثم نعين المشتقة الأولى لدلتا S. دلتا S فتحة of X يساوي 0 3 A ناقص 3 جذر 3 AX في X مربع زائدا A مربع على 4 الكل سالب نصف. والحل لهذه المعادلة هو X يساوي A على 2 جذر 2. وحيث أن A يساوي 1 فإن قيمة X تساوي 0.35355339. وبربط هذه القيمة بالعملية الهندسية لخلايا العسل سوف نفهم لماذا اختار العسل الزاوية 70 درجة و 32 دقيقة. ليس هذا كل شيء، بل إن الشكل الهندسي البارع للنحل قابل للتراكب مع أمثاله دون فراغات وبشكل متخالف، بحيث يصبح مركز الخلية مدعما بثلاثة جدران خلفه، ما يعطيه متانة كبيرة واستهلاكا للشمع بأقل كمية ممكنة. والآن ألا توافقونني الرأي بأن النحل من أمهر المهندسين وأكثرهم براعة على سطح هذا الكوكب؟ آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس، فقد كان من دواعي سروري أن أقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المعلمين، أشكر لكم اختياركم لهذا الدرس، وكما رأيتم فإن هذا الدرس يعمل على توجيه الطلاب إلى التأمل في الطبيعة واستكشاف التصاميم الفنية الهندسية فيها، ويقوم بتوجيه الطلاب لدراسة شكل خلايا قرص النحل هندسيا وبرهان أن المضلع المسدس هو أفضل التصاميم لذلك. ينبغي أن يكون الطلاب قادرين على التعامل مع المثلثات والدوائر وملمين بقوانينها، وهذا مما تشتمله المرحلة المتوسطة. وبالتالي فإن طلاب المرحلة الثانوية الموجه لهم هذا الدرس قادرون على فهمه. في النشاط الأول ربما تطرحون أسئلة على طلابكم لاستثارة أفكارهم وتحفيزهم على المناقشة من قبيل، هل يا ترى السبب هو الحجم أم الوزن أم القوة أم نظرا لشكل النحلة؟ في النشاط الثالث ربما ترشدون الطلاب إلى أن المقارنة ينبغي أن تكون باعتماد نصف قطر الدائرة، وبناء عليه ينبغي حساب المساحات كلها
بدلالة نصف قطر الدائرة. في النشاط الرابع تذكرون أن ارتفاع وسماكة جدار بناء الخلية لا يؤثران في كمية المواد المستخدمة، طالما أن الأشكال المثلثة والمربعة والمسدسة ستكون بنفس الارتفاع والسماكة، وسيختلف فقط عدد الأضلاع وبالتالي المحيط فقط، وعدد الأضلاع التي تتشارك بها الأشكال عند التلاصق. بعد نهاية المقطع الخامس يمكنكم أن تنوهوا إلى أنه إذا كان لديكم دائرة ومسدس لهما نفس المحيط، فإن مساحة الدائرة تكون أكبر من مساحة ذلك المسدس، وبرهان ذلك أمر بسيط. في المقطع السادس تم التطرق للأبعاد الثلاثية لخلية النحلة، وعلى الطالب أن يكون ملما بعلم الهندسة والمساحات وحساب التفاضل والتكامل، كما لا بد له أن يكون عارفا لطرق حل المعادلات التفاضلية. نهاية أود أن أنوه إلى أنه قد جرت دراسة حول قياس صلابة وتحمل قرص العسل للضغط، وكيف أن المسدس أفضل من المثلث والمربع، وهناك مراجع سننوه عنها أيضا حول ذلك.